Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. أصحاب المعالي صاحب السمو سيداتي سادتي أصحاب المعالي والسعادة، يسعدني أن أكون معكم هذا الصباح وأن أعرض عليكم تأملاتي وأفكاري حول آفاق في الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي تتركز فيها أكثر من أي وقت مضى أكبر التحديات التي يتعين على الأسرة الدولية أن تواجهها. أود بادئ ذي بدء أن أشيد بالمعهد الفرنسي للعلاقات الخارجية على تنظيم هذا المنتدى للسياسة العالمية World Policy Forum، ولقد تحول هذا المنتدى إلى ملتقى هام، وكما فعلت سيدي الرئيس أصبح هذا منتدى للترويج لعالم الحوار وعالم المبادلات، وأود أن أعبر عن امتناني للسيد تيغي دو مونبريال. معالي رئيس الوزراء، منذ حوالي شهر توفي صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد الثاني، وهو كان قدم مساهمة عظيمة للصداقة الفرنسية القطرية. أود هنا أن أشيد بذكراه وأن أقول لكم أن فرنسا تشاطر الشعب القطري حزنه. قطر وفرنسا يواجهان مثل بقية المجتمع الدولي عالم يشوبه انعدام اليقين. انعدام اليقين، فنحن نلاحظ أن التحديات تتحول أكثر وأكثر إلى تحديات عالمية، ولا شيء ممكن بدون تضافر جهود الجميع، وهذا صحيح خاصة للحفاظ على البيئة. عالم يشوبه انعدام اليقين لأن فعالية عمل كل واحد منا تتوقف على العمل الجماعي، وهذا ما نسميه التكافل، وهنا أفكر بالاقتصاد والتجارة الدولية وكذلك الاستحقاقات الأمنية. عالم يشوبه انعدام اليقين لأن إرادة بعض الدول في أن تؤكد وجودها على الساحة الدولية أو أن تعود إلى عصر القوى الماضية يعيد التشكيك أو يضع في خطر التوازن الذي كنا اعتبرناه على أنه مكسب ثابت، وربما عن خطأ. عالم يشوبه انعدام اليقين لأن هناك تهديد عالمي وهو الإرهاب الذي يتخطى الحدود ولا يأبه بالحدود ويفرض حربا جديدة ويضرب دولنا ويضرب مجتمعاتنا في الصميم، وهو يمزج ما بين الأيديولوجية الأكثر رجعية والأساليب الأكثر بربرية والتكنولوجيات الأكثر تقدما. فرنسا كما تعرفون تعرضت لضربات عديدة، وآخر واحد من هذه الضربات في 14 من يوليو تموز يوم العيد الوطني، وكانت عمليات إرهابية دامية. نحن لا ننسى هذا الزخم الاستثنائي من التضامن الذي جاء من كل أنحاء العالم والتجمعات الشعبية والمباني التي أضيئت بألوان العلم الفرنسي كما حصل في قطر، وعدد القادة الذين عبروا عن تضامنهم. الشعب الفرنسي تأثرا جما بكل هذه الشهادات، وأود أن أعبر لكم عن امتناني العميق من هنا من الدوحة في صميم العرب العربي، هذا العالم العربي الذي يدفع أكبر ثمن لإرهاب داعش. فرنسا ليست وحدها هي التي تعرضت لهذه الضربات، الإرهاب ضرب أيضا نيويورك وبوسطن وسان برناردينو وأورلاندو، وأوقع خسائر فادحة في باريس ونيس وبروكسل، وكذلك إسطنبول وكابول وبغداد ودكة وسيرت وتونس، باماكو، نيامي، تل أبيب وغادوغو وأبيدجان. وهذه القائمة الدموية ليست حصرية حتى لو أنها طويلة جدا. نحن نعرف المفارقة، أغلبية ضحايا الإرهابيين الذين يدعون بالانتماء للإسلام هم من المسلمين. هذا التهديد سيداتي سادتي هو تهديد عالمي، وبالتالي يجب أن يكون جوابنا أيضا جوابا عالميا. فرنسا وقطر ومعهما أوروبا ودول الخليج يتعين عليها أن
تلعب معا دورا أساسيا في هذه المعركة. وأمام الفوضى في العالم، الجواب الوحيد هو أن تتضافر جهودنا وأن نعمل على أساس من التضامن وأن نجد الحلول الجماعية للمشاكل المشتركة. يتعين علينا أن نستمر في العمل، أن نعمل بلا هوادة ولا تواني، أن نعمل وأن نبقى أوفياء لمبادئنا، ألا نرضخ أبدا. هذه هي قناعة فرنسا الراسخة، ولهذا نحن بحاجة إلى شريك أمريكي مفتوح على العالم، ملتزم بشدة، يلعب ورقة التعاون مع حلفائه ويلعب ورقة التعددية. وبدون ذلك من الوهم أن نعتقد أنه بإمكاننا أن نواجه التحديات العالمية جميعا. لقد ذكرت المعركة على الإرهاب، ولكن هناك تحديات كثيرة أخرى، تغيرات المناخ، إدارة تدفقات الهجرة، الأمن الجماعي، التنمية المستدامة. نحن سوف نعمل مع الرئيس الأمريكي المقبل، لأن الولايات المتحدة صديقة لفرنسا، ولأن تعاوننا هو أمر لابد منه. ولهذا السبب حرص الرئيس الفرنسي منذ الساعات الأولى على إقامة حوار مع دونالد ترامب للعمل على إزالة الشكوك التي تولدت بعد حملة انتخابية جدلية بشكل مفرط، ولتعزيز تعاون قوي مع الإدارة الجديدة بالرغم من بعض الاختلافات في الرأي. ليس هناك من وقت نضيعه، ويسعدني بمناسبة هذا الاتصال هاتفي مع فرانسوا هولاند أن يكون دونالد ترامب عبر عن إرادة واضحة بالعمل مع فرنسا. سيداتي سادتي، يتعين علينا بأي ثمن كان أن نتفادى المغامرة الإنعزالية، العمل الأحادي أو أي شكل من القطيعة مع ما يمثل دولة القانون الدولية في نهاية المطاف. ففي كل المناطق نرى صعود الوطنية مفرطة وبانزلاقات تدريجية وخارجة عن السيطرة، يمكن أن تؤدي مشاعر الوطنية المتأججة إلى صدمات عنيفة. علمنا التاريخ مخاطر هذه الصدمات وآثارها المدمرة، وأوروبا تعرف ذلك أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. بالنسبة لأوروبا التي تبقى، ولا ننسى ذلك، القوة الاقتصادية الأولى في العالم، هذا الموضوع يشكل يشجعنا على أن نمسك بمصيرنا بيدنا مع وصول هذه الإدارة الأمريكية الجديدة ورغم خروج بريطانيا أو البريكسيت. وهذا ما تتمناه فرنسا عندما تنادي فقط من أجل تحقيق تقدم في مجال السياسة الأوروبية للدفاع والأمن، وهذا هو هدفنا أيضا عندما نقوم بإطلاق مبادرات ليعزز الاتحاد الأوروبي مراقبة حدوده الخارجية. الخطوط تتحرك والمواقف تتحرك في أوروبا، كما يظهر ذلك من قرارات وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين مؤخرا حول موضوع الدفاع الأوروبي. وفي كثير من الأحيان الاقتراحات تقدم بشكل مشترك مع ألمانيا، لأن فرنسا وألمانيا تمثلان حوالي 50% من الناتج المحلي لمنطقة اليورو. عليهما أن تلعب دورا تاريخيا وسياسيا واقتصاديا أساسيا لإقناع الأوروبيين بالاستمرار في البناء وفي بناء مشروع قوي. سيداتي سادتي، معا على الساحة الدولية لسنا مكتوفي الأيدي ولسنا عاجزين. إن اتفاق باريس حول المناخ هو خير دليل على ذلك. عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات العالمية الكبرى، نحن قادرين على إيجاد حلول مسؤولة. ومؤتمر الكوب 22 الذي كان منعقدا حتى يوم الجمعة الماضي في مراكش بقيادة حكيمة للمغرب، يسمح بالبدء بتنفيذ هذا الإطار العالمي لمكافحة التقلبات المناخية. وقبل كل شيء هذه فرصة لنا، فرصة لأن نحول اقتصادياتنا نحو نموذج مقتصد في الكربون، وفرصة بالترويج للابتكار والإبداع، وفرصة بأن نعزز تصرفات مسؤولة ومتضامنة أكثر في
في مجتمعاتنا وفرصة لبناء عالم أفضل للأجيال المقبلة. وهذا النجاح فهو نجاحا حقا، هذا النجاح يحثنا على أن ندرك ضرورة للتضامن في مواجهتنا للتحديات المشتركة، طبعا مواجهة الهجرة ومكافحة الإرهاب، ولكن أيضا التنمية، التعليم، الحقوق الأساسية، النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء. لقد تمكننا أيضا من وقف الاندفاع الإيراني نحو السلاح النووي، تضافرت جهودنا للتوصل إلى اتفاق متوازن عن طريق التفاوض. هذا الاتفاق تم التوصل إليه ويجب أن يحترم. كان من الضروري أن أو هو بالواقع من الضروري أن ننفذ هذه الالتزامات من الطرفين، ونشجع إيران على أن تتحول إلى طرف فاعل مسؤول في هذه المنطقة. نعم، العالم الذي نعيش فيه يستدعي نظرة جديدة. البعض يتحدث عن عودة الحرب الباردة، أنا على العكس أعتقد أن عصر القوى العظمى قد ول. لا يمكن لأي قوة عظمى أن تحول عالمنا إلى ملعب لها، لا يمكن لأحد أن يرسم أو يعيد رسم الحدود على هواه وكما يروق له، وخاصة هنا في الشرق الأوسط، إن مستقبل مجتمعاتنا لن يتقرر بدون هذه المجتمعات. لا يجب أن ننتظر يالطا افتراضية أو اتفاق سايكس بيكو جديد يفرض على الشعوب العربية أو على قادة هذه الشعوب، هذا الأسلوب لم يعد ممكنا في عصرنا اليوم. الحقيقة هي أن فرنسا وأوروبا والعالم العربي مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وشيئا فشيئا هذا الواقع يفرض نفسه علينا، هو ينتج من هذا الفضاء المشترك المنفتح، فضاء المبادلات الذي يتنقل فيه البشر، والذي انصهر فيه وحدة المصير رغم تقلبات التاريخ. وحدة المصير هذه تتجسد بشكل خاص في العلاقة التي أقامتها فرنسا منذ فترة بعيدة جدا بالعالم العربي. هذه علاقة قديمة متعددة الأوجه ومتنوعة، لا يمكن أن نختزلها كما يريد البعض أن يفعل ذلك بالجوانب الاقتصادية والعسكرية. هذه لأن مثل هذه النظرة المختزلة خاطئة ولا تفي بعمق علاقاتنا ولا بثراء تاريخنا المشترك. داعش يريد أن يحول فرنسا إلى عدو العالم المسلمي، وطبعا هذا الخطاب يهدف إلى أن يفرق فيما بيننا. الإرهاب الأعمى الذي تروج له هذه المنظمة وردود الفعل الشعبوية التي يؤدي لها ذلك تهدف إلى أمر واحد، أن يجرنا على درب الصراع بين الحضارات في مواجهة مزعومة بين الخير والشر تكون مدمرة وتريد أن يقف فيها الشرق مقابل الغرب. فرنسا ترفض هذه المواجهة الزائفة والمميتة. فرنسا تعرف تاريخنا المشترك وتعرف أن هذا التاريخ يشكل أساسا متينا يمكن أن نبني عليه معا. بعد أقل من أسبوعين سينعقد في أبوظبي المؤتمر حول صون التراث الثقافي المهدد. هذا دليل عملي وملموس عن وحدة المصير، هذا دليل على قدرتنا على مواجهة التحديات ودرء تهديدات هذا العصر. قناعتي هي أنه من الممكن، لا بل من الضروري، أن نبني علاقة ثقة بين الشرق والغرب. هذه مسؤوليتنا المشتركة. فرنسا والعالم العربي عليهما أن يسمعا صوتهما، وهناك تجربة يجب أن يتقاسمها مع العالم، ويتعين على فرنسا والعالم العربي أن يستمدا من هذه القوة وأن يوجها شركتهما في المستقبل. أنا أفكر طبعا بالشباب، وهم بعدد كبير، أعدادهم كبيرة في العالم العربي، وواجبنا الأول هو أن نثق بهم، هم يتطلعون إلى عالم أفضل، علينا أن نسمح لهم بتنفيذ أحلامهم ومشاريعهم. عام 2011 أسمع الشباب العربي صوته ورسالته كانت واضحة، ولم ننسى هذه الرسالة. إن تحرر الشعوب هو مصدر طاقة هائل وقوة
ووعد للمستقبل. ولهذا السبب وقررنا مع السلطات القطرية أن نقدم دعمنا الكامل ومساندتنا للحكومة التونسية. إن نجاح تونس الديمقراطية هو أجمل رسالة أمل يمكن أن تعطى لشباب هذه المنطقة، وهذا النجاح يمر عن طريق انتعاش اقتصاديا يعطي الكل الفرص ويضمن كرامة الجميع ومستقبل الجميع. فعلينا أن نستثمر في الشباب وأن نستثمر بقوة في المعرفة والثقافة والتحول إلى عالم جديد من الطاقة والتنوع وتحديث الاقتصاد، وهكذا يتمكن العالم العربي من ضمان مستقبله. والأمثلة كثيرة، برامج رؤية 2030 في قطر، في المملكة العربية السعودية، نموذج المدينة المستدامة في مصدر في الإمارات العربية المتحدة، برنامج تنفيذ في عمان. كل هذه المشاريع ومشاريع كثيرة غيرها هي الدليل الساطع على أن العالم العربي ودول الخليج لا ينقصه الطموح والإبداع. فرنسا إلى جانبكم ومستعدة للمساهمة في نجاحكم، مستعدة لأن تدرج تعاونها في إطار هذا النهج الجديد الذي تطوره بلدانكم، وفي كل مرة مع إرادة في إقامة صناعة محلية وبنى تحتية عصرية وتسهيل وصول الشباب إلى فرص العمل. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، طموح قطر والدول الأخرى في الخليج لا يجب أن ينسينا التوترات التي تعصف بهذه المنطقة، وصاحب المعالي تحدثتم عن هذا الموضوع منذ لحظات، المآسي التي تعصف بليبيا وسوريا واليمن والعراق، والفوارق بين الإسلام الشيعي والإسلام السني الذي يريد المتطرفون أن يحولوه إلى قطيعة حقيقية. نعم، هذه الأزمات تعصف بالشرق الأوسط وتعرقل تنميته واندماجه الاقتصادي. فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، وهي تلتزم وتتحمل مسؤولياتها على أساس قناعتين راسختين. القناعة الأولى هي أنه ليس هناك من تناقض بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان. المجموعات الإرهابية تدعي إزالة الحدود وتريد أن تفرض منطقها التوتاليتاري والمدمر، وجواب فرنسا على عالمية الإرهاب، جواب فرنسا هو عالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة التمييز وانعدام المساواة، الترويج للحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية، المساواة بين الرجال والنساء، التأكيد على حرية الضمير والتعبير. هذه هي أفضل أسلحة لمواجهة هذه الأيديولوجية الظلامية والمميتة التي تنادي بها داعش والقاعدة وبوكو حرام وكل المنظمات على شاكلتها. هذا صحيح في أوروبا، وفي فرنسا، وفي العالم العربي، وفي كل المناطق التي أعلنت علينا هذه المنظمات الحرب. قناعتي الثانية هي أن هناك نقطة مشتركة ما بين كل هذه الأزمات، لا يمكن لأي أزمة منها أن تحل فقط بالطريقة العسكرية، كلها تستدعي الحل السياسي الذي لا يمكن أن ينتج إلا عن المفاوضات، الحوار، الدبلوماسية، ومواجهة الأفكار. هكذا سنخرج من الطريق المسدود الذي قادنا إليه منطق القوة، هكذا سنفتح آفاق السلام الحقيقي وذو المصداقية والمستدامة. سيداتي سادتي، نحن نشهد في سوريا أكبر كارثة إنسانية لعصرنا. الشعب السوري اليوم بين فكي كماشة، هو يتعذب من جهة على يد نظام بربري، ومن جهة أخرى على يد مجموعات إرهابية تفتقر إلى أي حس أو أي ضمير إنساني. منذ 2011 أدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص ونصف سكان سوريا من اللاجئين أو النازحين. هذه السلسلة المأساوية، هذه الأحداث المأساوية تحصل على أبوابنا. هذه حلقة مفرغة يغذيها من يدعم دمشق، وهم يعرفون جيدا ماذا يحصل لإيصال سوريا إلى مواجهة مميتة بين اتجاهين مسدودين، اتجاه النظام أو اتجاه الإرهاب. لا نظام الأسد ولا داعش ولا النصرة تحترم أبسط المبادئ للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. والبعض يدعي أنه في الحقيقة ليس علينا إلا أن نختار بين أهون الشرين،
ولكن أن نوكل لنظام بشار الأسد مهمة أن يخلصنا من داعش. نحن نعرف أن هذا المنطق الكاذب هو منطق خاطئ، لا يمكن أن نبرئ من جرائمهم أولئك الذين يغذون البربرية الإرهابية ببربرية الدولة التي يمارسونها. هذا خطأ أخلاقي ولكنه أيضا خطأ استراتيجي، وأود أن أدعوكم لعدم ارتكاب هذا الخطأ. والوقت لم يفت بعد، فرنسا اقترحت حلول تندرج في الإطار الذي حددته قرارات مجلس الأمن. القرار الذي كنا قدمناه لوضع حد لعذاب مدينة حلب رفض بفيتو روسي وحيد، وبالتالي الكل يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته اليوم. لابد أن نفعل أكثر لإبقاء أو للحفاظ على حل بديل لنظام بشار الأسد الدموي. فرنسا ستستمر في العمل ليتمكن الشعب السوري من العيش بسلام، ستستمر في أن تنطق في النطق بلسان الحقيقة، وأن نقاوم الإغراء بالاستسلام، ولن نشيح بنظرنا عما يحصل. عودة السلام في العراق أيضا أمر أساسي، استعادة الموصل ثم الرقة في مرحلة لاحقا في سوريا من وانتزاعها من أيدي داعش سوف يحرم هذه الدولة المزعومة من الأراضي التي استخدمها لكي يبث في العراق وسوريا وأوروبا ثم الظلامية والجنون القاتل. ولكن هذا النصر يجب أن يتبعه مصالحة واسعة النطاق. إن الانقسامات التي تغذى في الشرق الأوسط لا تستند إلى أي قاعدة أيديولوجية ولا دينية، وهي فقط أدوات يستخدمها البعض. الكثير في المنطقة وخارج المنطقة قد ينزلقون نحو إغراء الخلط والتبسيط، ولكن الخوف هو مستشار سيء. جهودنا يجب أن تنصب على إعادة إصلاح العلاقات بين المجتمعات والطوائف، ونعتقد أن يكون المرء عراقيا في العراق له مغزى ومعنى، وأن يكون المرء سوريا في سوريا له معنى، وأن يكون قطريا في قطر. إن التشكيك بالحدود لعبة خطيرة. ما هو الحل البديل للمواطنين العرب سوى تفتت الروابط الاجتماعية والترويج لمنطق يقوم على الهوية والانتماء الإثني والديني؟ كل هذه الأمور مدمرة وكلها توصل إلى حرب الجميع على الجميع. الأراضي المحررة من داعش يجب أن تكون مثالا على التعايش السلمي والحكم الذي يحترم التنوع والتعددية. فأنا متأكد أن المسلمين والمسيحيين الشرقيين واليهود والأقليات الإثنية والدينية أيا كانت يمكن أن تعيش معا في شرق أوسط ينعم بالسلام كما فعلت في الماضي. وإن إدارة مرحلة ما بعد داعش والتي يجب أن نحضر لها منذ الآن يجب أن تسمح لنا بأن نستأصل الشر من جذوره وأن نجفف هذه المنابع التي تغذت منها هذا الوحش. أنا لا أنسى النزاع اليمني الذي أوقع حتى الآن أكثر من 7,000 قتيل و37 ألف جريح، 21 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و3 مليون إلى مساعدة غذائية فورية. فرنسا قلقة جدا بالتطورات الميدانية الأخيرة، وهي تدين الهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية، وهذا يهدد الاستقرار الإقليمي. بينما العنف يستمر والوضع الإنساني يتدهور، لابد من أن تتوصل الأطراف إلى تفاهم للخروج من هذه الأزمة، وبعد وقف إطلاق النار أن تتوقف الهجمات على المدنيين وعلى الدول الأخرى. والحل السياسي وحده، وهو الذي تقدمه الأمم المتحدة، يمكن أن يضع حدا نهائيا لهذا النزاع. سيداتي سادتي، استقرار المنطقة، السلام، الأمن، كلها تمر عن طريق حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولقد أشرتم إلى ذلك صاحب المعالي. نحن نعرف أن الوضع الحالي وهم،
والوضع يتدهور في الميدان يتدهور يوما بعد يوم، الاستيطان يستمر، وغياب الأفق السياسي، كل هذا ينخر أمال الشعبين ويغذي الإحباط الذي يستغله من يريد دفن حل الدولتين من الجانبين. نحن فرنسا لا نريد ولا يسعنا أن نرضخ لهذه الحتمية، وبالتالي سوف نستمر في بذل هذه الجهود والمبادرة التي أطلقناها في 3 يونيو حزيران الماضي لا تزال قائمة، واستنتاجنا لا يزال قائما، وكذلك هدفنا تنظيم مؤتمر دولي من شأنه أن يسمح بإرسال رسالة من أجل السلام، وأن نعيد التأكيد على حرصنا جميعا على حل الدولتين، وأن نبين ما يمكن أن يسهم به ذلك من أجل الإسرائيليين والفلسطينيين. إن مسعانا ليس مسعى أحادي، وهو ليس بتوجيه من الرغبة في التدخل، ولكنه عزم قوي، لأن الرهان أو الاستحقاق أساسي بالنسبة لإسرائيل وفلسطين وكذلك في كل هذه المنطقة. أصحاب المعالي، حضرة السيدات والسادة، إن روائع الحضارة الإسلامية من كوردوبا إلى سمرقند، هذه الروائع التي يمكن أن نتأملها هنا في متحف الفن الإسلامي في الدوحة، تظهر ما جلبه العالم العربي إلى الإنسانية، ما يضرب الروح اليوم وما يزعجنا ويقلقنا هو أن هذه الروائع هي لنا، هي تحدثنا نحن الأوروبيين، هي قريبة منا وهي جزء من تاريخنا، ونودها أن تستمر، وهي جزء من هذا المجتمع الذي نريده لنا جميعا. ما يحدث اليوم في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، هذه الخضات التي تهز الشرق الأوسط هي بلا شك التحدي الأساسي الذي نواجهه في تاريخنا الطويل المشترك، وأن الجواب الذي سنعطيه لهذه الأزمات التي لم يسبقها أي مثيل هي التي ستحدد مستقبل المنطقة ومستقبل أوروبا. ولكن هذا التحدي يمتد إلى ما بعد حدودنا، وهو يمس المجتمع الدولي بأسره، لأنه عليه تعتمد المسؤولية التي سنتحملها وقدراتنا على العمل مع بعضنا البعض، بوجه رسل الشؤم الذين لا يؤمنون إلا بالقوة. نحن في فرنسا لدينا قناعة أخرى سنعمل عليهم دون هوادة، ما من نكبة في الشرق الأوسط، يمكننا تجنب الحرب، يمكننا تجنب هذه الذرائعية، ذرائعية الصراع لمن يريدون فقط أن ينظر هذه المنطقة كمنطقة لخصوماتهم. لذا من مسؤوليتنا أن نظهر للجميع أن هناك دربا أخرى، درب السلام بوجه قوى القمع والدمار. نحن نتحدث هنا عن قوة الحوار، عن قوة التفاوض، وعن قوة المصالحة. شكرا جزيلا.